هاد 2024 اخوتي داخله سخونه، ولينا كل نهار تقريبا كنسمعوا اخبار اللي نسيك في الخبار اللي قبل منه. الله يحد الباس اخوتي. المهم اخوتي، اكيد غتكونوا شفتوا الخبر اللي تناقلاته مواقع التواصل الاجتماعي اليوم والمنابر الالكترونيه بخصوص مقتل زوج المغنيه المغربيه الشابه ريم فكري بواحد الطريقه اللي بشعه بزاف واللي هزات الراي العام. وهاد المره اخوتي كيتعلق الامر بتعذيب الهالك في حاويه، على حسب ما سمعت يعني بحال طارو داروه في واحد البلاصه بحال لدرجة الموت حسب ما ورد عن صحيفة هيسبريس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أخوتي، والله العظيم ما بقى معجب. الله يلطف بينا وصافي، ومن هذا المنبر تعازينا الأم ديالو والمقربون ليه، الله يصبرهم الله يرحمه على أين. إذا أخوتي في هذا الفيديو حاولت نبحث لكم شوية على بعض المعطيات والأخبار الموثوق منها بخصوص دوافع هذه الجريمة اللي ترتكبت في الآونة الأخيرة بعد ما كانت تعرض ضحية للاختطاف والاحتجاز في نواحي المحمدية، بحيث أن الجنات قد قطعوه داروه في اكياس بلاستيكيه، ولكن كيف كيقول المثال الروح عزيزه عند الله. وكيف كتلاحظوا اخوتي هاد قسوه القلوب راه في حد ذاتها علامه من علامات الساعه. الله يلطف بنا اخوتي، والله يبعد علينا وعليكم شر الخلق يا ربي. المهم اخوتي بقوا معايا في الفيديو ان شاء الله باش نتعرفوا على هاد المعطيات كلها، وتابعوه من الاول حتى الاخر. السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. اول حاجه كنبغي نشكركم اخوتي على الدعم ديالكم، شكرا لكم بزاف، والله يرحم لكم الوالدين على الدعم ديالكم. وكنتمنى ان شاء الله دائما نكون عند حسن الظن ديالكم. وكيف ما كتلاحظوا المحتوى اللي كنقدم في هذه القناه المتواضعه اخوتي واحد المحتوى اللي متنوع. نقدر بعض المرات نبان لكم كنهضر في واحد مواضيع تافهه، عاوتاني نهضر في مواضيع ديال التوعيه، نهضر في معلومات علميه الى اخره، يعني دير لكم محتوى متنوع باش انتوما ما تملوش. وكنبغي من هذا المنبر نشكر الناس الجداد اللي التحقوا بالقناه ملت نقنقه، شكرا لكم على الانضمام ديالكم. والناس القدام بطبيعه الحال داركم ومرحبا بكم كاملين، والله يحفظكم ليا والله يعزكم والله ينصركم. المهم اخوتي تابعوني في هذا الفيديو، كما قلت لكم جبت لكم معطيات حصريه من مصادر موثوقه بخصوص هذه الجريمه البشعه اللي كما قلت لكم هزات الراي العام، واللي كتعلق بزوج المغنيه المغربيه ريم فكري قدر الله وما شاء فعل. أول حاجة أخوتي هو أنه تزامنا مع مقتل زوج الفنانة ريم فكري، بدأت حاليا بزاف ديال المفاجآت والقنابل من العيار الثقيل اللي كتفجر بخصوص الحياة الزوجية ديال هذا الكوبل الشاب اللي عقد القران ديالو كيف ما قلت لكم أخوتي غير مؤخرا جدا، بحيث أنه خرجوا أشخاص مقربون من الضحية بتصريحات مثيرة على ريم فكري اللي مفادها أنها كانت كتخونه مع شي خليجي، وأنهم عمرهم ما كانوا كيتفاهموا، وهذا الشيء راه منذ بداية زواجهم. فاش غادي يلقى الهالك زوج الفنانه اعمال السحر في المنزل ديالهم وفي بدله العرس ديالو. الامر اخوتي غيمشي بعد من هكا شي شويه، لانه الصديق المقرب ديال الضحيه غادي يصرح بدوره ان ريم فكري تقدر تكون عندها علاقه بمقتل الزوج ديالها. هذا التصريح بطبيعه الحال غيخرج به صديق الضحيه في منبر شوف خيخي، واش بصح واش ماشي بصح الله اعلم، حتى واحد ما كان معاهم. وكما كيقول المثال للبيوت أسرار. وزيادة على هذا الشيء اخوتي، العمل ديال ريم فكري كفنانة اللي باقية جميلة وشابة وتواجد المعجبين بكثرة من حولها كان كيخلي راجلها الهالك غير عليها بزاف، وهذا الشيء كان كيتسبب في اصطدامات ومشاكل بيناتهم لدرجة فكروا شحال من مرة انهم يفرتكوا هذاك المجمع وكل واحد فيهم يشد طريقه. ولكن بحكم ان الهالك كان كيبغي الفنانة ديالنا كان كيتنازل وكينعل الشيطان كيف كنقولوا حتى النهار اللي غيوقع اللي وقع. اما بخصوص ملابسات ودوافع هذه الجريمه اخوتي، في الصراحه المعطيات باقيه قليله بزاف، لانه عناصر الشرطه يلاه لقاو الجثه وشدوا بعض المتهمين في هذه الواقعه البشعه، ومازال البحث غادي يتعمق باش يتم الكشف على اسباب هذه النازله بالتفاصيل، ويتم عرض المجرمين بعد ذلك على المحكمه لاصدار الاحكام في حقهم. المهم على حسب البحث اللي درت على هذه القضيه اللي كتعلق بمقتل رضا زوج الفنانه المغربيه ريم فكري، قبل ما نحط لكم اخوتي بطبيعه الحال هذا الفيديو، هو ان الهالك قبل ما يتزوج بالفنانه كان خدام مع مافيا ديال التجاره في الممنوعات يعني المخدرات وغسيل الاموال. وكيف ما كتعرفوا اخوتي المافيات عندهم دائما واحد الشعار مفاده دخول الحمام ماشي بحال خروجه، انتم راكم عارفين بطبيعه الحال القصد ديال هذا المثال. بالاضافه لهذا الشيء اخوتي كان غموض شويه بخصوص طبيعه العمل ديال زوج الفنانه منذ البدايه، وحاولت انها تخلي
حتى مراسم الزواج بعيدة على الأنظار بحجة أنها كتخاف من العين وأنها كتفرق ما بين الحياة المهنية والشخصية اللي كتفضل ما تبارطاجيهاش مع الجمهور ديالها. ومن ناحية أخرى خوتي السيارات الفاخرة والممتلكات اللي كانوا عند الهالك قيد حياته كيبان على أنه كان يعني كيدير شي مهنة خوتي اللي مربحة بزاف وأن الفلوس كانوا عليه بحال الشتا. المهم أخوتي هي هذيك رضا فاش قرر أنه يبعد على الحرام ويكمل دينه مع الفنانة ريم فكري. المافيا حذرات وأنه إلا مشى تنسحب راه ما غادي يلوم إلا راسو، ومع ذلك المرحوم دار داكشي اللي قال ليه راسو، وفي نفس الوقت بقاو كيجيوه تهديدات باش أنه يرجع للمافيا وإلا غيصفيوها ليه. رضا كان مصمم أنه يكمل في داكشي اللي بدا وما تسوقش ليهم، وكان كيسحب ليه أن الفلوس اللي دار معاهم غادي يقدروا يحميوه من تصفيات الحسابات ديال المافيا اللي كان كيترأسها خوتي شي واحد ملقب بالتيربو. من بعد افراد هاد المافيا واللي هي عصابه تفقوا باش انهم يصفيو رضا لانه خان العهد اللي كان بيناتهم، وبالفعل داروا ليه خطه شيطانيه واستدرجوه وخطفوه لشي شقه في نواحي المحمديه وعذبوه تما للاسف لدرجه الموت بلا رحمه بلا شفقه، وقطعوه من بعد الاجزاء وداروه في اكياس بلاستيكيه خوتي الله يحضر السلامه، ولاحوه في شي واد ما عرفتش هاد الواد، ولكن عناصر الشرطه المغربيه المتمرسه وحباب الله اللي موجودين لقاو من بعد الجثه وشدوا معظم أفراد هذه المافيا اللي ارتكبوا هذه النازلة البشعة والمشينة اللي تسببت لعائلة الهالك في واحد الصدمة اللي كبيرة بزاف وهزات الرأي العام المغربي. أما السيناريو الثاني والأخير في هذا الفيديو بخصوص ملابسات هذه النازلة أو الجريمة اللي راح ضحيتها زوج الفنانة المغربية ريم فكري أخوتي، هو أنه وهذا الشيء بطبيعة الحال جاء على لسان صديق مقرب من الهالك أن الضحية كان كيتسال مبلغ مالي مهم لشي واحد، وهذاك الواحد أخوتي كانوا عنده صحابه اللي شوية خاسرين ومافيوزين يعني كانوا في شي مافيا. المهم الضحية كان شي مرات زايد في الهضرة مع هذاك الشخص اللي ما بغاش يرد ليه فلوسه وتضاربه، وهذا الشيء طرا بالضبط اخوتي في شي علبة ليلية، ومن بعد غادي يدخلوا صحاب هذاك خونا اللي ما بغاش يرد للضحية فلوسه وغادي يتحاموا عليه ويخطفوه وغيديوه لهذيك الدار في المحمدية وغيقتلوه وغيديروا فيه من بعد ما بغاو. على اين اخوتي هاد المعلومات هما اللي متوفرين حاليا بالنسبه للمتتبعين اللي كان عندهم فضول يعرفوا اشنو طرا بالضبط، ريتما تنتهي التحقيقات والتحريات ديال الفرقه الوطنيه ونعرفوا من بعد الحقيقه كاملة. وفي الختام اخوتي كنقولوا الله يرحم هاد الضحية ويصبر بميمته، لانه كيف ما كان الحال مازال في عمر الظهور يعني باقي صغير، والله يبعد علينا وعليكم بنات وولاد الحرام فين ما كانوا. اما بخصوص مصادر هاد المعلومات كاملة اللي جبت لكم اخوتي في هاد الفيديو فهما صحيفة هيسبريس، وصحيفة هيسبريس كما كتعرفوا اخوتي حتى هي عندها المصداقية ديالها، وايضا صحيفة لو 360 يعني 360 لكنتو كتعرفوا هاد الصحيفة هي كتحط مقالات وأخبار على المغرب، وبطبيعة الحال غنية عن التعريف بالسمعة السيئة ديالها والسمعة المسخة شوف خيخي، خاصة بعد تصريح ديال هذاك خونا اللي ادعى أنه كان صديق مقرب من الضحية وقال لهم حقارة كان مسلف فلوس لشي واحد. الله أعلم، أنا شوف طيبي ما نكذبش عليكم أخوتي وليت كنشك فيها لأنها كتكري عباد الله كتخلصهم على ما كيبان ليا وكتعطيهم الميكرو وكيبداو طالقين السلوقية هذا الشيء كامل باش انهم يطلعوا نسب المشاهده لانهم ما عندهمش محتوى اللي عنده مصداقيه. المهم اخوتي بهذا القدر كنوصل معكم نهايه هذا الفيديو، وكنشكركم بطبيعه الحال جزيل الشكر على المتابعه، وكنتمنى دائما يا ربي نكون عند حسن الظن ديالكم، الله يسهل عليكم الله ينصركم الله يحفظكم ليا، وهذه القناه راه بطبيعه الحال قناتكم وبلا بكم نتوما راه ما كاينه حتى شي حاجه. نتلاقاو عما قريب اخوتي في موضوع جديد وفي فيديو جديد، الله يعاونكم، خليت لكم الراحه والهنا وراحت البال.